الكتاب اليونانيين القدماء اللي كتبوا النصوص الدرامية، التراجيديات كلها أو المأساويات دي في بناء صارم جدا إن في صياغة شعرية. أحمد عبد الجواد شاعر عامية ومسؤول قسم الندوات سيد الصاوي ومهرجانات الثقافية. ندوة النهاردة كانت عن فن كتابة الجماليات المسرحية أو الجماليات الكتابة المسرحية. اتكلمنا فيها الأول حوالين تاريخ المسرح وإزاي بدأ من العصر الإغريقي والعصر الروماني، وإزاي قدروا الناس دول إن هم يعملوا أول مسرح، وإيه فكرة الجوقة وإيه فكرة الفن المسرحي عندهم كان شكلها عامل إزاي، وإنها كانت مرتبطة كتير بالمناسبات الدينية وكانت مرتبطة بالأعياد والمناسبات الخاصة، وهي كانت مرتبطة أيضا بتمجيد الآلهة وبالأساطير وإعادة كتابة التاريخ بشكل كبير. وانتقلنا في قفزات سريعة حوالين أهم المحطات اللي كانت موجودة في المسرح بشكل كبير. اتكلمنا حوالين أشكال مسرحية كتير جدا، والمسرح إزاي كان مختلف مع اختلاف المدارس المختلفة. اتكلمنا عن المسرح اليوناني، المسرح الروماني، مسرح في عصر النهضة، في عهد الكنيسة الإنجليزية وعهد الكنيسة البروتستانتينية. واتكلمنا أيضا عن المدرسة الرومانسية والمدرسة الواقعية والدادية والسوريالية. اتكلمنا حوالين حاجات كتيرة جدا، وبعد كده انتقلنا إلى فكرة المدرسة الواقعية، واتكلمنا حوالين الواقعية في المسرح وإزاي كان في واقعية اجتماعية واقعية سياسية وواقعية سوداء، والفنون المسرحية إزاي اختلفت باختلاف المكان واختلفت باختلاف الزمان واختلفت باختلاف الحروب. يعني المسرحيات ما قبل الحرب العالمية الأولى والثانية مختلفة تماما عن ما بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وإزاي الاهتمام بقيمة الإنسان وقيمة الفرد كانت بشكل كبير قوي موجودة. ده كان ضد فكرة ويلات الحروب، وأن احنا نشوف عدد كبير جدا من الناس بيتم قتله بوحشية، وده أثر بشكل كبير حوالين الكتابة المسرحية لحد ما انتقلنا بقى في النهاية إلى المؤسسات المسرحية الكبيرة والمسرح وتطوره في العصر الحديث. ونهينا الندوة بأن احنا اتكلمنا حوالين الشكل المسرحي الجديد اللي موجود دلوقتي، سواء المسرحيات اللي أنتجها الفنان محمد صبحي أو حتى مسرح مصر الأخير بتاع الفنان أشرف حمد الباقي. شكرا لكم.